بجانب الحرب اللي بتخوضها القوات المسلحة في سيناء ضد العناصر الإرهابية، في حرب أخرى الدولة بتواجهها وهي الشائعات اللي بيتم تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بيتطلب طبعا مننا كلنا ضرورة التوعية بمخاطر ما يتم نشره على هذه المواقع. احنا معانا على التليفون الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتلفزيون وخبير الإعلام الرقمي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء الخير على سيادتك والساده المشاهدين يا فندم. اهلا بيك، كلمنا عن خطوره مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد امن واستقرار الدول. خلينا نتفق في البدايه يا فندم ان شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام اصبحت جزء اساسي من اسلوب حياه المستخدمين. فتقريبا المستخدم بيستخدمها في كل مظاهر حياته. ومن اهم مظاهر الحياه في الوقت المعاصر ان هو بيستقي معلوماته واخباره من خلالها. لكن الخطورة الحقيقية اللي بتتمثل في شبكات التواصل الاجتماعي ان هي ما عليهاش الرقابة الكافية اللي بتقدر تكون منصة يتم التأكد من صحة البيانات والمعلومات اللي بتنشر ليها، ودي طبعا نقطة ضعف مقابل وسائل الإعلام التقليدية اللي بتخضع لكثير من الرقابة والمراجعة المعلوماتية. فالأمر ده أدى ان شبكات التواصل الاجتماعي تبقى مجال لنشر الشائعات ونشر الأفكار الغير متوافقة مع القيم المجتمعية في كثير من الأوقات. أي نعم ليها عدد من الاستخدامات الإيجابية، لكن للأسف الاستخدامات الغير إيجابية ليها والاستخدامات السلبية هي السمة الغالبة. شبكات التواصل الاجتماعي يوجد عليها ما يسمى بالميليشيات الإلكترونية، والميليشيات الإلكترونية في الغالب بتكون مدفوعة سياسياً من بعض الدول التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك سواء في الجوانب السياسية ليها والتشكيك في القيادة السياسية، أو محاولة بث عدد من الأفكار الغير سليمة في المجتمع المصري ونشرها بصورة كبيرة، بحكم أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت كما أشرت في بداية حديثي إنها جزء أساسي من أسلوب حياة المستخدمين. طيب السؤال الأهم هنا، كيف نتعامل بحرص مع ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والتأكد من صحته؟ هنروح لده، لكن الأول عايز أتكلم عن يعني الدور اللي أحيانا كثيرة تقوم به السوشيال ميديا في تفتيت المجتمعات من خلال نشر الأكاذيب، يعني إلى أي مدى ده بيكون خطر وممكن أن يحدث فرقة أو انقسام في المجتمع؟ بصي حضرتك يا فندم، هناك ما يسمى بالجيل الرابع من الحروب، وكثيرا ما تم تناول هذا المصطلح في وسائل الإعلام والنقاشات المختلفة. الفكرة ببساطة ما يسمى بالجيل الرابع للحروب هي حرب المعلومات، حرب تفتيت الدول من الداخل، وأهم وسيلة هنا هو استخدام الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي وبث الأكاذيب وبث الأخبار المفبركة في نشر هذه الأخبار المضللة لكي يتم تفتيت هذه الدول من الداخل. وكما أشرت لسيادتك، الدولة المصرية لديها الكثير من الأعداء سواء في الداخل أو في الخارج يحاولون أن يقوموا ببث هذه الأفكار، مما يعمل على إثارة اللغط في المجتمع. وعايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين، هناك نقطة في غاية الخطورة. في الأول كنا احنا بنقول ما تصدقش أي خبر غير لما تشوفه بعينك، دلوقتي الخطورة أصبحت إن أنت ممكن تشوف الخبر بعينيك وتسمعه بودنك وما يكونش حقيقي. هناك عدد من البرامج التي تقوم دلوقتي ما يسمى بتقنية الديب فيك. الديب فيك دي بتقوم بتزييف الصوت وتزييف الصورة وتزييف الفيديو أيضا. يعني ممكن حضرتك ممكن اطلع فيديو لسيادتك وحضرتك قاعده دلوقتي في الاستوديو بتتكلمي وحضرتك بتقولي كلام غير اللي انا بقوله فعلا اطلاقا، بنفس تون صوتك، بنفس حركه شفايف حضرتك، بنفس الايماءات بتاعه الوجه بتاعتك. ازاي اللي بيشوف ده ممكن يعرف اذا كان ده فيك ولا في اي طريقه ممكن يعرف ده؟ طيب طبعا هو الموضوع يعني متشعب ويعني له عديد من الابعاد، وبتختلف طبعا القدرة على تزييف هذه البرامج من وجهة نظر الخبير ووجهة نظر المستخدم العادي، ولكن هناك بعض النقاط العامة التي من الممكن على المستخدم العادي لشبكات التواصل الاجتماعي أن يلجأ إليها. أول حاجة، عندما ترى خبر، إن رأيت هذا الخبر بلوجو وبصورة ما يجب عليك الرجوع إلى المصدر الأساسي لهذا الخبر. يعني مثلا
لو لقينا خبر بيتحدث عن قضية ما منشورة على إحدى الجرائد، ما تاخدش بس الصورة اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا، لازم عليك إن أنت تروح ترجع للمصدر الأصلي لهذا الخبر وتشوفه. الحاجة الثانية اللي بتبقى بتؤكد إن الشائعة أو ما ينشأ ما بعض الصور والفيديوهات الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي المزيفة، إن هي بتبقى منتشرة بدون وجود لينك ليها للخبر، وعدم وجود تأكيد من مصادر أخرى. يعني حضرتك تجد الشائعة من مصدر واحد فقط. فالنقطة الأساسية اللي يجب على كل مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي، وأنا أرى إن هذه هي النقطة الأهم، أن يتم دائما الرجوع لأكثر من مصدر للتأكد من صحة هذا الخبر. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الإجراءات المتقدمة من خلال مجموعة من البرامج التقنية اللي بيتم الرجوع إليها للتأكد من مدى صحة هذه الصورة. هل هذه الصورة تم إجراء أو الفيديو تم إجراء عليها عدد من التحسينات والإضافات والتغييرات، ولكن هذه البرامج تكون للمتخصصين بصورة أكبر. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإعلام الرقمي وخبير الإعلام الرقمي وأستاذ الإذاعة والتلفزيون، شكرا لحضرتك.